السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله رايحه نشرح لكم سنه ثالثه متوسط القاعده اللي بها تجاوبوا على always و never اللي كاين بزاف ما فهموهاش وطلبوني اني نعاود نشرحها لكم. اذا انا هنا راح نعاود نشرحها لكم بطريقه سهله ومبسطه وان شاء الله تفهموها. اذا عندنا always كما راكم تشوفوا هنا عندنا شوف always اللي هي دائما و never اللي هي ابدا. always دائما never ابدا. هنا دائما معناتها الاعمال ولا النشاطات اللي نقوم بها يوميا ولا نقوم بها مره في الاسبوع ولا نقوم بها مرتين في الاسبوع. اوكي ولكن هنا always هي الاعمال التي نقوم بها دائما نشاط يومي نشاط يومي لانه هنا قريت daily activities daily activities اللي هما النشاطات اليومية نعبروا عليهم ب always. وإلا كنا نمارس النشاط مرتين أو مرة في الأسبوع راح نقوله once a week مرة في الأسبوع twice a week مرتين في الأسبوع وثلاث مرات three times حتى نوصلوا إلى always. ولكن إذا كنتوا تمارسوه بيوم مرة أو مرتين مش راح نقوله always. always هي للنشاط الدائم. never معناتها هذاك النشاط ولا هذيك الهوايه ما نمارسوهاش كامل ما نمارسوهاش ما عندناش نشاط نمارسوه نقولوا never. for example I always play football العب كرة القدم يوميا. I never play football لا العب كرة القدم ابدا. هنا السؤال الذي يطرح لبزاف القاوه وما فهموهش اللي هو how often. اذا هنا how often هو اللي عنده علاقه بnever و always. how often هو عدد المرات التي تمارس فيها النشاط. how often هو كم من مره شحال من مره تلعب فوتبول شحال من مره تدير سبور شحال من مره تعزف موسيقى شحال من مره الى غير ذلك. هي how often how often عدد المرات التي تمارس فيها النشاط. الإجابة راح تكون always دائما ولا never أبدا. هنا جبت لكم مثال he always reads them in his free time. he always reads them in his free time دائما يقرأها في أوقات فراغه. إذا هنا he always reads them in his free time. هنا راكم تشوفوا دائما يقرأها في أوقات فراغه معناتها هذه العادة عنده يديرها دائما ما يحبسهاش عنده في الوقت الفراغ متاعو يقرأ الكتب. إذا هذه العادة ما هيش يومية ولكنها عادة دائمة. أوكي دائمة. إذا هنا كما كنت تشوفوا always نستعملوها للنشاطات اليومية وللنشاطات الدائمة اللي نديروها وما نستغناوش عنها كما أنا في وقت الفراغ نتاعو يقرأ الكتب. هنا ملاحظة هذو always و never اسمهم frequency adverbs. هنا القاعدة اللي قلت لكم لازم تتبعوها هي أنه frequency adverb يجي after to be. هنا إذا كانت الجملة رايحين نستعملوا فيها auxiliary verb to be هنا to be دايما يجي قبل frequency adverb يجي قبل frequency adverb. هنا هذه القاعدة لازم تحفظوها to be جامي يجي مور frequency adverb دايما plus to قبل frequency adverb. عدنا هنا Maria is always respectful towards nature. Maria is always respectful towards nature. هنا is ماريا دائما محترمة للطبيعة. هنا is راهي قبل الفريكونسي adverb. اوكي راهي قبل الفريكونسي adverb ومن بعد موراه الفريكونسي adverb. ولكن كي يكونوا عندنا افعال اخرى عادية افعال نورمال اي فعل راح يجي بعد الفريكونسي adverb. آدم never gets bored of watching birds. آدم never gets bored of watching birds. ولا كان عندنا آدم always. آدم always love watching birds. آدم always loves watching birds. Okay. فقط is to be هو اللي يجي قبل frequency adverbs. ولكن كي نديرو frequency adverbs مع أفعال أخرى دائما راح يجي الفعل موراهم. Never gets ولا always gets. فقط is هو اللي يجي قبل frequency adverbs. هذا ما كان. إذا هنا always دائما
Never. أبدا. السؤال الذي يطرح هو How often do you practice sport, for example? How often هو عدد المرات التي تمارس فيها النشاط. هنا عندنا frequency adverb يجي after the auxiliary verb to be. يعني درت لكم هذه فقط بالأحمر باش تفهموها. After to be. Okay. Frequency adverb هنا راهو after the auxiliary verb to be. ولكن كي يكونوا عندنا أفعال أخرى أي فعل مع always whenever راح يجي more the frequency adverbs. إذا كان هذا هو شرح هذه القاعدة. نتمنى إن شاء الله تكون فادتكم واستفدتوا وفهمتوها. نتلقاو في الدروس القادمة إن شاء الله.